السلام عليكم ورحمة الله. هذه المراجعة النهائية تالتة إعدادي سنة إنجليزي من كتاب بروفيشنال، مراجعة كتاب بروفيشنال على الوحدة الأولى. يعني نرجع كده على أهم كلمات الوحدة الأولى: ريستورانت ريستورانت ريستورانت، لايبراري، ميوزيوم، بوتانيكال جاردنز بوتانيكال جاردنز، سبورتس سنتر، هوسبيتال، فيري، كومفورتابل، باسنجر 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 يعني مسافر، جيرني 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 يعني رحلة طويلة، environment environment، بروشور بروشور يعني منشور، جولري جولري، بوتري بوتري، سجشن، نيتشر ريزيرف نيتشر ريزيرف يعني محمية طبيعية، ستيشن ستيشن، أكواريوم، مونيومنتس مونيومنتس، ترافيك ترافيك، ليك ليك، فالي فالي، بلاتفورم بلاتفورم، ماب ماب، ريلوي ريلوي، ترام، سنتري سنتري، اندورز اندورز، نير بي نير باي، جاردنر جاردنر، بيسفول كلمة بيسفول يعني هادئ، أو إما بتساوي كلمة كوايت كوايت يعني هادئ، كيو يو اي اي تي كوايت هادئ، بولوشن بولوشن، بيلدينج بيلدينج، سبيشالي سبيشالي، كافيه، فيليج، فلور، تايم تيبل تايم تيبل، اكسهبشن اكسهبشن، بابليك ترانسبورت بابليك ترانسبورت، الكتريك الكتريك، وايلد وايلد، جاردن جاردن، ريفيو ريفيو، انفيتيشن انفيتيشن، اتراكتيف بيوتيفول. ده الورد الكلمه والسينونيم بتاع السينونيم يعني المرادف، والانتونيم يعني العكس. اتراكتيف يعني جذاب، السينونيم بتاعها بيوتيفول او وندرفول يعني رائع، وعكسها ان اتراكتيف او اجلي. بيسفول يعني هادئ، سوي كالم، كوايت كوايت اللي في اخرها تي مش اللي في اخرها اي، عكسها نويزي يعني سخن، يوجوال يعني عادي، common يعني عادي، ordinary يعني عادي، uncommon unusual، interesting exciting boring، ancient يعني قديم، old يعني قديم، modern أو new، careful cautious watchful يعني حريص، cautious يعني حريص، careful يعني حريص، careless يعني مهمل، reckless يعني مهمل، helpful useful helpless useless، especially especially، particularly particularly particularly، generally generally، normally near، close far، remote، famous famous، well known well known، unknown، interested in interested in، keen on keen on، uninterested uninterested معناها غير مهتم، comfortable relaxing، uncomfortable expensive costly cost يعني يتكلف، costly يعني غالي الثمن، inexpensive cheap، below يعني أسفل، under beneath above over easy simple difficult hard special unique particular normal ordinary، leave go move arrive reach، polluting bad for the environment، unpolluting polluting يعني ملوث ملوث مش ملوث، ملوث يعني polluted، انما polluting يعني ملوث، bad for the environment يعني ضار بالبيئة، unpolluting يعني غير ملوث، good for the environment مفيد للبيئة. هذا كان حل على الجرامر. في الجرامر احنا راجع على الجرامر الوحدة الأولى. الجرامر الوحدة الأولى في أول حاجة بيتكلم عن giving directions يعني إزاي نحدد الاتجاه. لما أجي أوصف لحد طريق يعني مثلا عايزة واحد بيقول لي where is the restaurant، فين المطعم، فأوصف له طريق أقول له مثلا امشي على طول، احوط يمين احوط شمال، ماشي. كل الأفعال اللي أنا هديها تبقى أفعال أمر، والأفعال الأمر دي يعني فعل بدون إضافات، يعني مبدأ بفعل بدون إضافات.
عايزه اقول له اتجه يمينا تيرن ليفت، اتجه يسارا تيرن رايت، ادي تيرن اهو جاي فعل من غير اي حاجه، امشي على طول جو ستريت اون، وخلي بالنا ان كلمه ستريت بيجي بعديها اون، او جو ستريت اهيد، جو ستريت اون او جو ستريت اهيد. خد تاني حواديه، احود تاني شارع، تيك ذا فيرست او سكند رود، خد الشارع الجاي، الشارع الاول الجاي او الشارع التاني. اون ذا رايت، اون ذا رايت يعني على اليمين، اون ذا ليفت يعني على الشمال. يبقى انا عندي دلوقتي كلمه اون ذا رايت وان ذا ليفت على اليمين او على الشمال، وكمان عندي كلمه اون ذا كورنر، يبقى ذا رايت وذا ليفت وذا كورنر بياخدوا اون. اوبوزيت ذا لايبراري يعني مواجه للمكتبه، وخلي بالنا تيجي كتير قوي في الكوريكت ان اوبوزيت بيجي بعديها تو، وعايزه اصححها، يا اما انا هشيل اوبوزيت تو واحط اوبوزيت بس، يا اما هشيل اوبوزيت تو كلها واحط نيكست تو. ما هي اوبوزيت مش بيجي بعديها تو، اللي بيجي بعديها تو هي نيكست، اهي نيكست تو. جو او ووك باست ذا يعني امشي، مر على مثلا، مر على المدرسه وبعدين هتلاقي المستشفى جنبك. جو باست او ووك باست، اون ذا كورنر يعني على الناصيه، بتوين اند نقط، ان فرونت اوف يعني امام. خلي بالنا الجدول احنا قلنا ايه اللي هي بالنسبه للمواعيد، ان اون ات شهور ايام ساعات، يعني ان دي الحاجات الكبيره من اول الشهر السنه فصل كل ده بياخد ان، وقلنا قبل الايام او قبل التواريخ، وات قبل الايه الساعات. ده ايه ده، دي حاجه عامه. نبص بقى تاني، امتى استخدم اون؟ بستخدم اون قبل الايام طبعا، قبل التواريخ، يعني ممكن يقول لي 5 اكتوبر، هتقول لي ما انا في اكتوبر استخدم ان، لا ما هو ذكر اليوم اللي هي 5، ممكن اقول اكتوبر 5، يعني ممكن كمان يجي لي رقم 5 ده بعد اكتوبر، يبقى برده هاخد اون قبل. طالما ذكرنا اي كلمه دي، Sunday day بيرسي day، ذكرت كلمة day خلاص هاخد on، لما ذكرت كلمة day هاخد on. holiday، طب امتى استخدم ان؟ قبل، قلنا خلاص قبل الشهور والسنين وفصول السنة والقرن، القرن العاشر، القرن العشرين، القرن الألفين، ماشي، القرن قبل الكورونا بقى يعني الكورونا، ماشي، القرن العشرين، القرن ال21، كل دي قبل الكورونا بستخدم ان. in the past في الماضي، in the future، in the holidays، in 3 weeks معناها لما يجي بعديها مدة محددة معناها في خلال، يعني I will give you the money in 3 days، هرجع لك فلوسك في خلال 3 أيام. I will arrive in 10 minutes، أنا هوصل في خلال 10 دقايق. in a moment، أنا هوصل في خلال لحظة. وخلي بالنا هنا الفرق بين in a moment و at the moment، in a moment يعني في خلال لحظة، وات ذا مومنت معناها الان او في الوقت الحاضر او في هذه اللحظه، ماشي خلاص. وكل ما كل اجزاء اليوم اللي فيها ذا بتاخد ان، ان ذا مورنينج، ان ذا ايفنينج، ان ذا افترنون، انما اجزاء اليوم اللي ما فيهاش ذا زي مثلا نايت، مش ما فيش حاجه اسمها ذا نايت، اسمها نايت بس، اقول ات نايت، ات نون، ات ميد نايت، ات ميد داي في منتصف اليوم، اد دون في الفجر، او كلمه اد ذا مومنت معناها في هذه اللحظه، من الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر، يعني اول ما بلاقيها بحط مع الفعل ام ويز وار زائد فعل زائد ان جي، اد ذا مومنت معناها في هذه اللحظه، انما ان مومنت انا هوصل لك بعد دقيقه، في خلال دقيقه، يبقى اد ذا مومنت معناها في هذه اللحظه، وان ا مومنت معناها في خلال دقيقه. ات ذا ويك اند في عطله نهايه الاسبوع، قبل الوجبات، قبل فترات الوجبات، ات لانش تايم وقت الغداء، ات دينر تايم وقت العشاء، at breakfast time وقت الفطور. يبقى دلوقتي احنا قلنا خلاص حاجات معينة كده، او كلمة at the weekend معناها في نهاية الأسبوع، كلمة مهمة وبتتكرر كتير. تعالوا بس الأول نحل على نحل، وبعدين في جايب لك هنا برضو زمن المضارع البسيط. ايه المضارع البسيط ده؟ بيدل على habits أو facts، عادات أو حقائق، يعني أنا متعود أروح المدرسة الساعة 7، يبقى I go to school، يعني ايه مضارع بسيط؟ يعني فعل بدون اي اضافات او فعل في اخره اس، ماشي. كلمات المضارع البسيط ايه؟ always، usually، every، often، sometimes، never. دايما بعد الكلمات دي بيجي بعديها فعل بدون اضافات او فعل في اخره اس، زي sometimes talk. طب لو انا بقولت بدل زي دي قلت هي، يبقى هقول ايه؟ he sometimes talks، he never plays، ماشي. طب لو انا بدل هي دي قلت زي، يبقى زي never plays. كل sometimes و always never بيجي بعدها الافعال، و sometimes talk، مش بقول talk sometimes، الا verb to be هو اللي بيجي الاول. اقول she is always tired، هي دايما متعبه، مش هقول always is، لا is always،
يبقى كل الافعال بتيجي بعد بعد كلمات المضارع البسيط الا فيرب تو بي. لما باجي في المضارع البسيط بقى فيه دون او doesn't. تعالوا بقى نحل على الجرامر وبعد كده. Yesterday I went to bed midnight. midnight ده جزء من أجزاء اليوم. احنا قلنا أجزاء اليوم بيجي قبلها إيه؟ بيجي قبلها يا إن يا إت. هنا هحط إن ولا إت؟ هحط إت. ليه؟ عشان قبل كلمة midnight مفيش زي. يبقى قبل أجزاء اليوم اللي فيها زي بحط إن. أجزاء اليوم اللي فيها زي بحط إت. يبقى هنا midnight دي هحط إن ولا إت؟ يبقى هحط إت. يعني إيه midnight؟ يعني في منتصف الليل. I hurt my leg. أنا أصبت رجلي. So I can't play sport. مش هقدر ألعب رياضة الآن أو في هذه اللحظة. يعني إيه في هذه اللحظة؟ at the moment. at the moment. بعد كده عندي كلمة winter. يعني إيه winter؟ يعني الشتاء. قبل من أول الشهر الفصل السنة من أول الحاجات الكبيرة دي كلها بناخد in. يبقى they like to visit Luxor in winter. How do I go from the sports center the library؟ كيف أستطيع أن أذهب من from يعني من the sports center يعني المركز الرياضي إلى المكتبة to the library. How do I go from the sports center to the library؟ هنا Friday afternoon يوم الجمعة بعد الظهر. أنا خلاص قلت أول ما ألاقي كلمة دي هحط إيه؟ هحط أم. How does the journey take to Luxor؟ ما المدة does the journey take؟ take معناها تستغرق. ما المدة التي تستغرقها الرحلة إلى الأقصر؟ ما المدة يعني how long. When does the next fashion exhibition؟ إمتى معرض الأزياء اللي جاي؟ exhibition يعني معرض. ينفع أقول هنا when does the next fashion exhibition؟ متى سيكون معرض الأزياء القادم؟ ينفع أقول does هنا؟ مش هينفع أقول does هنا. ليه؟ لأن أنا does هنا does دي لازم يكون بعديها في فعل. طلعوا لي فعل كده من الحاجات اللي بعديها دي كلها، ما فيش فعل. كان ممكن اقول when does the next fashion exhibition begin، متى يبدأ، او when does the next fashion exhibition start، او end او finish. يبقى لازم هنا كنت اجيب بعد الفاعل ده فعل. يبقى ما هنا معناها ايه؟ مش هينفع اقول متى يبدأ، هقول ايه؟ متى يكون. يبقى طالما ما فيش هنا فعل يبقى مش هينفع استخدم ولا do ولا does. امال استخدم ايه؟ استخدم يا is يا are. طب الاكسبشن ده مفرد ولا جمع؟ لا ده مفرد. يبقى اقول ايه؟ when is the next fashion exhibition. when is the next fashion exhibition يعني متى يكون عرض الازياء القادم. to reach the new supermarket. to معناها حتى تصل الى السوبر ماركت الجديد. هوصف مكان. لما قلنا هوصف مكان قلنا ايه؟ هنستخدم فعل بدون اي اضافات. go straight امشي على طول. on for about 50 meters امشي على طول. go straight on. الازهر بارك is the best place to go week the weekend. احنا قلنا قبل the weekend بحط كلمة at the weekend. does حاتم go shopping. هل حاتم بيروح يتسوق the afternoon؟ ده جزء من اجزاء اليوم وقبليه ذا. طالما جزء من اجزاء اليوم وقبليه ذا يبقى in. the train arrives Aswan at 7 a.m. احنا قلنا ايه؟ عندنا كلمة arrives يعني يصل، بيجي بعديها حرفين جر يا اما at يا اما ان. كلمة arrive يصل بيجي بعديها يا اما at يا اما ان. امتى استخدم at؟ قبل الاماكن الصغيرة. يعني اقول the train arrives at school. the train arrives at hospital. ماشي. انما هنا دي اسوان مدينة، يبقى the train arrives قبل المدن الحاجات الكبيرة بستخدم ان. لا لسه قايلكوا عليها ماي هاوس از اوبوزيت تو. ينفع اقول اوبوزيت تو؟ لا اوبوزيت ما بيجيش بعديها تو. يا اما اشيل اوبوزيت تو واقول ماي هاوس از اوبوزيت ذا بارك، يا اما اقول ماي هاوس از نيكست تو ذا بارك. لان اللي بيجي بعديها تو هي نيكست مش اوبوزيت. يبقى الاثنين صح. يا اما اقول ماي هاوس از اوبوزيت ذا بارك مواجه وش الحديقه، يا اما ماي هاوس از نيكست تو ذا بارك. ذا فيرست ليسون ستارتس. اول درس بيبدا 8 a.m. الساعة الثامنة. قبل الساعات 8. قبل الساعات 8. I have tennis lessons. عندي دروس في التنس. at the sports center 9 a.m. الساعة التاسعة. قبل الساعة 8. lunch time قلنا فترات الوجبات بتاخد كلها on at lunch time. بتاخد كلها at lunch time.
نادر يوجوالي جوز تو ذا بارك فرايداي، في هنا ايه داي، طالما في داي باخد ايه اخد اون. وي هاف انجلش ات 10 اي ام، عندنا انجليزي الساعة 10 صباحا. ثرزداي ادي يوم تاني يبقى اون. ساتردي مورنينج يوم السبت الصبح، محدش يقول لي دلوقتي مورنينج يبقى احط ان زي ما احنا قلنا ذا مورنينج، لا بس في داي في يوم قبل الايام اون. وات تايم ذا فيرست ليسون ستارت، عندي اهو كلمة ستارت فعل بدون اضافات يبقى قبليه يا دو يا داز، هنا داز. طب لو ما فيش كلمة ستارت اقول وات تايم از ذا فيرست ليسون، متى يكون اول درس، انما وات تايم داز ذا فيرست ليسون ستارت، يبقى داز بيجي بعديها فعل بدون اضافات اللي هو ستارت، انما از ما بيجيش بعديها فعل، اقول وات از ذا فيرست ليسون واخلص وخلاص. ليتس هاري ذا ترين، كل مواعيد القطارات اتوبيسات فتح، لقيت كلمة يصل arrives يغادر leaves يفتح opens يغلق closes، كل مواعيد الفتح يبتدي starts ينتهي ends، مواعيد الفتح والغلق والبداية والانتهاء طالما مواعيد بحط الفعل اس، يبقى هنا ذا ترين leaves at ايه، القطر بيختار بيغادر الساعة 8. which platform does the train to Alexandria، في هنا ايه في does، في هنا ايه في does، يبقى لازم نيجي بعديها الفعل من غير اي حاجه. which platform does the train to Alexandria leave، the train stop at المنيا today، يعني الستوب ده stop اهو فعل بدون اضافات يبقى مش هينفع قبليه isn't، امال يبقى قبليه ايه doesn't، the train doesn't stop. تامر، تامر is active he comes late، ينفع اقول doesn't comes، ازاي doesn't comes، مش انا قلت ان doesn't بيجي بعديها فعلا بدون اضافات، مش هينفع اقول doesn't comes، امال اقول ايه he never comes late، he never comes late، اه never يجي بعديها فعل في اخره اسم، انما doesn't بيجي بعديها فعل بدون اضافات. تامر is active he never comes late. The film hasn't finished، الفيلم لم ينتهي. It at 9 o'clock، هو بينتهي الساعة 9، يبقى it ايه؟ ينتهي، احنا قلنا ينتهي يبدأ يصل يغادر، كلها حاجات في آخرها اس. It ends. What is the last station؟ ايه هي آخر محطة؟ That the train، آخر محطة القطار بيوصل لها. That the train goes to، ذات ذا ترين جوز، احنا اتكلمنا عن قطارات مواعيد قطارات مواعيد اي حاجه، يبقى في فين في اخره اس. خلي بالنا كل افعال الحب والكره، يعني مثلا كلمه بريفير يحب، لايك يحب، بيجي بعديها فعل زاد اي ان جي، الا لو جه قبلها وود، اي وود بريفير، لو جه قبليها وود بيجي بعديها تو المصدر، اي وود بريفير تو جو، مش هقول جو مع ان بريفير المفروض يجي بعديها اي ان جي، بس عشان قبليها وود يبقى هيجي بعديها تو المصدر. I would prefer to go somewhere indoors. It would nice. It would be nice. هيكون من اللطيف أن نلعب. بعد الصفات برضو بيجي بعديها to، من اللطيف أن، من المهم أن، من الخطر أن، يبقى it would be nice to play. I look forward to، كلمة to المفروض يجي بعديها فعلا بدون إضافات زي سي كده، إنما كلمة look forward to معناها يتطلع إلى، look forward to معناها يتطلع إلى، بيجي بعديها الفعل زائد اي ان جي على طول لازم تتحفظ، look forward to يتطلع إلى، بيجي بعديها اي ان جي، يبقى I look forward to seeing. I am very good، good at، good at او bad at، انا كويس في playing chess في لعب الشطرنج، يبقى good at، لو انا وحش يبقى bad at، يبقى good وbad بيجي بعديهم ايه؟ would you like، احنا قلنا like المفروض يجي بعديها ايه؟ اي ان جي، يعني اقول would you like having، بس عشان قبليها would، طالما قبليها would يبقى بعديها to المصدر. would you like to have a cup of tea the morning of March، يبقى ايه قبل الصباح، the morning جزء من ايام of March 15 2008 he had a car accident، يبقى in the morning. There was an old piano in the corner of the living room. The corner، احنا حتى قلنا كلمة the corner يعني على النص، بيجي قبلها بيجي قبلها on. The train should arrive، القطر لازم يوصل ما بين الساعة 9 للساعة 9 وربع، المفروض قبل الساعة 8، لكن أنا هنا بقول بين الساعة 9 و9 وربع. The train should arrive between 9 and 9:15.
هنا فعل امر، بقول لك خد الاتجاه التاني، خد، يبقى take the second road، take the second road. انا بقى نروح نحل الديالوجات والاسئله اللي على الكلمات. Finish the following dialogue. فريدة and مريم are talking about types of transport. لازم نقرأ الجزء اللي فوق ده. فريدة ومريم بيتكلموا عن أنواع المواصلات. محادثة بين فريدة ومريم. Which type of transport do you like؟ أي نوع من أنواع المواصلات عجبك؟ فمش عارفين. وبعدين سألت حاجة تانية، قالت لها I like trams. أنا بحب الترامز because they are more fun. بحب الترامز المترو عشان هو ممتع. يبقى انهي نوع بقى هو بيعجبها؟ يبقى هي هتقول لها ايه؟ اي لايك ترامز. احنا عرفنا من تحت ان هي بتحب الترامز، اي لايك ترامز. وبعدين سألت سؤال تاني، قالت لها اي لايك ترامز، بحب الترامز بيكوز ذي ار مور فان، لانها ممتعه جدا. يبقى السؤال هيبقى ايه؟ لماذا تحبين الترامز؟ لماذا يعني ايه؟ يعني واي، دبليو اتش واي. فين الفعل المساعد هنا؟ أو كلمة لايك اهي، ما فيهاش فيها فعل مساعد قبليها، ولايك فعل بدون إضافات، يبقى الفعل المساعد دو. يبقى هقول واي دو، واي تتحول ليو، واي دو يو لايك ترامز. من أول بيكوز هي الإجابة، مش هكتبها. واي دو يو لايك ترامز، ليه بتحب ترامز؟ السؤال الثالث هو سأل حاجة، قال له ترام از ار الكتريك، ترامز الكتريك، كهربائي سو، ولذلك هي ايه؟ فقال له يو ار رايت، ذي ار بيتر فور ذا انفايرمنت. عندك حق، هي افضل للبيئة. فالسؤال هنا هيبقى ايه؟ هقول لماذا لماذا القطارات، لماذا القطارات افضل للبيئة؟ لماذا القطارات أفضل للبيئة؟ يبقى السؤال هيبقى إيه؟ Why are they better for the environment؟ Why are they better for the environment؟ ليه هما أفضل للبيئة؟ Trams are electric، ترامات electric، so ولذلك نفس الجملة they are better for the environment. Some trains have two floors، بعض القطارات لديها طابقين، ليها دورين. Where do you like sitting؟ بتحب تقعد فين؟ هنقرأ الجملة اللي بعديها. I agree with you، أتفق معك. Because sitting at the top is interesting، لأن الجلوس at the top في الدور العلوي is interesting، ممتع. يبقى هقول إيه هنا؟ I like sitting at the top، I like sitting at the top. قول تاني الجملة التالت كده. Which type of transport do you like؟ أي نوع من أنواع، which type يعني ما نوع، أو which kind يعني ما نوع، ما نوع من أنواع المواصلات اللي بتحبه؟ قال له حاجة، وبعدين قال له أنا بحب الترامز علشان هي ممتعة. يبقى هنا في السؤال الأولاني كان إيه؟ كان إيه النوع اللي هو بيحبه؟ أشيل كل الجملة، وبدل يو لايك أقول أي لايك ترامز، أي لايك ترامز. والسؤال التاني سأل سؤال، قال له I like trams، أنا بحب الترامز because they are more fun، لأنها ممتعة جدا. يبقى في السؤال التاني لماذا تحب الترامز؟ لماذا يعني why؟ مفيش هنا فعل مساعد، يبقى هو هنا المفروض إن بعد أي يبقى في فعل مساعد، is or can، مفيش. like ده فعل بدون إضافات، يبقى هقول why do I تتحول ل you، why do you like trams، why do you like trams. وبعدين قال له حاجة، قال له ترامز أو الإلكتريك، ولذلك هي المفروض إن ولذلك هي مفيدة للبيئة. يبقى السؤال هيبقى لماذا القطار الترامز مفيد للبيئة؟ لماذا الترامز أفضل للبيئة؟ يبقى واي، هي الجملة بتاعت أفضل للبيئة هي واي ار زي بيتر فور ذا انفايرمنت، واي ار زي بيتر فور ذا انفايرمنت، هي ليه أفضل للبيئة؟ ترامز ار إلكتريك، سو القطارات كهربائية، سو they are better for the environment، رقم 4، ولذلك هي أفضل للبيئة. سو نفس الجملة they are better for the environment. Some trains have two floors، بعض القطارات لديها طابقين. Where do you like sitting؟ بتحب تقعد فين؟ أشيل where do وبدل you أخليها I. I like sitting، عرفنا منين؟ إن هي at the top، I like sitting at the top. Tourist و أيمن، هلو
اتورست وونتس تو جو تو ذا بيراميدز. لازم اقرا الجمله اللي فوق. انا قلت السائح وونتس يعني يريد تو جو تو ذا بيراميدز، ان يذهب الى الاهرامات. هلو كان يو هيلب مي، اي ممكن تساعدني؟ هيقول له يس اوف كورس، ايوه طبعا يس اوف كورس. كان يو هيلب مي؟ يس اوف كورس. وبعدين سأل سؤال، قال له جو ألونج الأهرام ستريت، ذا بيراميدز إز آت ذا إند، امشي على طول على امتداد شارع الأهرام، ذا بيراميدز الأهرامات آت إتس إند، هتلاقيها في نهايته. يبقى كيف أستطيع أن أصل إلى الأهرامات؟ أو هقول له أين الأهرامات على طول. يبقى يا إما أقول كيف أستطيع أن أصل إلى الأهرامات، هاو كان أي جو to the pyramids. How can I go to the pyramids؟ لو انا مش عارف اكتب كده اقول ايه؟ اين الاهرامات؟ اين يعني ايه؟ يعني وير 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 اهي، وير از ذا بيراميدز، وير از ذا وير ار ذا بيراميدز، عشان بيراميدز جمع، وير ار ذا بيراميدز. قال له جو الونج الاهرام ستريت، ذا بيراميدز از اتس ان، امشي لحد اخر شارع الاهرام وهتلاقي الاهرامات في النهايه. But I don't know this street very well، لكن انا مش عارف الشارع ده كويس. فقال له حاجه، قال له that's a good idea، ده فكره كويسه. وبعدين سأل سؤال تاني، قال له I think you should pay 10 pounds for the taxi driver، اعتقد تدفع 10 جنيه لتاكسي. يبقى هنا ايه الفكره الممتعه اللي هو قالها له؟ هيقول له انت ممكن تاخد تاكسي ماشي، but I don't know this street very well، هيقول له انت تستطيع ان تاخذ تاكسي. You can take a taxi. You can take a taxi، تستطيع ان تستقل تاكسي. You can take a taxi. You can take a taxi. ماشي. فقال له تك ذاتس جيت ريت اي، دي فكره رائعه. وسأله سؤال، قال له اي ثينك يو شود باي 10 باوندز فور تاكسي درايفر، اعتقد ان انت لازم أن تدفع 10 جنيه لسواق التاكسي. يبقى السؤال هيبقى ايه؟ كم عن السعر، يعني ادفع قد ايه؟ يعني ايه يعني ايه يعني ايه ما السعر، او ما الفلوس اللي انا هدفعها؟ هاو ماتش؟ يبقى هاو ماتش فين الفعل المساعد هنا؟ هو الفعل المساعد شود، ويو تتحول لاي. How much should I pay for the taxi driver؟ How much بدل you should تبقى should I. How much should I pay for the taxi driver؟ 10 pounds الإجابة مش هكتبها. How much should I pay for the taxi driver؟ How much يعني ما السعر أو ما الفلوس، should عشان بدي فعل مساعد، I should I بي القوطة التي يجب أن أدفعها for the taxi driver. I think you should pay 10 pounds for the taxi driver. This is very cheap. Thanks a lot. ده رخيص جدا، شكرا جزيلا. هيقول له ايه؟ You are welcome. حاجة إلا thank you، نقول له You're welcome. You're welcome. على الرحب والسلام. يوسف اسكس حسن about how he catches the bus to the zoo. يوسف بيسأل حسن ازاي ينفع ازاي ياخد الاتوبيس اللي رايح حديقة الحيوان. يوسف حسن where can I catch the bus to the zoo، من اين استطيع ان استقل الاتوبيس اللي ذاهب الى حديقة الحيوان؟ هيقول له the bus station، يبقى هيقول له من محطة الاتوبيس. the bus station عرفت منين ان هو محطة الاتوبيس؟ من هنا، من جملة التعجب اللي بعديها. يبقى ممكن لو انا عايز اكتب اجابة كاملة هقول ايه؟ يو بدل كان اي، اخليه عشان انا شكله اشيل وير خلاص، بدل كان اي خليها يو كان. يو كان كاتش ذا باص تو ذا زو ات ذا باص ستيشن، او فروم ذا باص ستيشن. وممكن اكتب هنا على طول فروم ذا باص ستيشن.
يبقى من أين أستطيع أن أستقل الأتوبيس إلى حديقة الحيوان؟ from the bus station. فقال له the bus station محطة الأتوبيس. وبعدين سأله سؤال تاني، go past to the museum، امشي على امتداد المتحف and then turn left، وبعدين نحو الشمال. يبقى أين محطة الأتوبيس؟ أين يعني إيه؟ where is the bus station؟ يبقى السؤال التاني إيه؟ where is the bus station؟ where، أدي كلمة where، where is the bus station؟ Is it far away? Is it يعني هل هي بعيدة؟ فقال له حاجة، it is just a 10 minute walk، هي 10 دقايق بس. يبقى هي بعيدة ولا مش بعيدة؟ لا مش بعيدة، يبقى no، حط no واعمل مقص. no ايه بقى؟ is it تتحول تعمل مقص، يبقى no it isn't، no it isn't، no it isn't. وبعدين سأل سؤال حق تاني، قال له yes I have visited it before. أشيل بس yes و I have تتحول ل have you. have you visited it before؟ have you visited it before؟ هل أنت زرتها قبل كده؟ have you visited it before؟ يعني هل زرتها قبل كده؟ قال له أيوة زرتها قبل كده. Did you enjoy your time there؟ هل استمتعت بوقتك هناك؟ Yes، وأمام المقص Yes I did. بسنت is at the train station، بسنت في محطة القطار. She is asking about the train to أسوان، بتسأل عن القطار إلى أسوان. Can I help you؟ Yes please. What time does the next train to أسوان leave؟ امتى الوقت القطار التالي لأسوان هيغادر امتى؟ فقالت لها حاجة. وبعدين سألتها سؤال تاني، قالت لها it takes about 7 hours، بيستغرق حوالي 7 ساعات. يبقى هنا هنقول أي ميعاد، يبقى what time يعني ما الوقت، يبقى at 9 AM مثلا، الساعة 9 صباحا. وبعدين هنا السؤال التاني ده سألتها حاجة، قالت لها it takes about 7 hours، بيستغرق 7 ساعات. يبقى ما المدة، ما المدة يعني ايه؟ يعني how long، how long، how long ايه؟ قبل ما اكمل، how long ده لازم اطلع الفعل المساعد، المفروض يبقى في فعل مساعد بعد ايه؟ بعد ايه هنا؟ is كان، مفيش، والفعل في اخره اس، يبقى الفعل المساعد does. يبقى انا هقول ما المدة how long، وفين الفعل المساعد does اطلعه في الاول، يبقى how long does it، وارجع تكس الاصلية دي take، how long does it take، how long does it take. جريت، كان اي بوك اتيكت بليز، ممكن احجز تذكره لو سمحت، سنجل اور ريتيرن. هل تريد سنجل يعني تذكره ذهاب فقط، ولا ريتيرن، ولا ظهرت، ولا تذكره ذهاب وعوده؟ هيقول له الاول هل استطيع، يبقى اوكي او يس. وبعدين do you want، هل تريد، do you want، هل تريد single or return، do you want single or return، عايز تذكرة ذهاب ولا ذهاب وعودة؟ return please، عايز تذكرة ذهاب وعودة بس. وبعدين سأل تاني، قال له it's 2 pounds، it's 200 pounds، يبقى بنسأل عن السعر، بنسأل على السعر بكلمة ايه؟ how much. وبعدين it is تتحول is it، بس كده خلاص، خلص السؤال، خلص. how much is it، how much is it، which platform does it lead from، بيغادر من أنهي على أنهي رصيف، platform رصيف رقم، platform مثلا 2 أو 10 أو أي حاجة. آخر ذلك، حسن asks his friend علي
حسن بيسأل صديقه علي about his last visit to أسوان، عن آخر زيارة له لأسوان. هاي حسن، how are you doing؟ كيف حالك؟ how are you doing معناها كيف حالك؟ هاي great. وبعدين سأله سؤال تاني، قال له I have been to أسوان with my family، أنا كنت في أسوان مع أسرتي. يبقى السؤال هيبقى إيه؟ أين كنت؟ أين يعني إيه؟ where. و I have تتحول ل have you، يبقى where have you been. بس السؤال خلص على كده، where have you been. where have you been يعني أين كنت، where have you been. أنا كنت مع في أسوان مع أسرتي. سأل سؤال حاجة، we took the sleeper train، أخذنا قطر النوم. يبقى كيف ذهبت؟ كيف يعني إيه؟ يعني هاو، وهو بيتكلم عن الماضي، يبقى هاو did you go، هاو did you go، كيف ذهبت؟ Why do you usually go in the first class؟ هو أنت ليه على طول بتطلع بتروح في آخر الدرجة الأولى، في قطار الدرجة الأولى؟ واي يعني لماذا تذهب عادة بقطار الدرجة الأولى؟ because لأنه مريح، because it is مريح يعني إيه؟ comfortable، comfortable because it is comfortable. وبعدين how do you book the tickets؟ كيف حجزت التذاكر؟ it sounds easy، إنه أمر سهل، يبدو سهل. يبقى حجزها إزاي؟ online، online حجزتها online. it sounds easy، إنه أمر سهل. eventually how do you like it؟ كيف يعني how do you like it؟ معناه بيسأله يعني إيه رأيك فيها؟ إيه رأيك في أسوان؟ هيقول له it's amazing مثلا، أو it's great، أو I like it، it's amazing، إنها رائعة. read and complete the text with words from the following list، read and complete the text from words from the following list، watching، aquarium، go، home، are going، catching. طالما go are going نفس الفعل، يبقى في جرامر نخلي بالنا منه. I like to spend a nice time with my family at the weekend، بحب أقضي وقت جميل مع أسرتي في الويك إند، في نهاية الأسبوع. We usually، إحنا عندنا هنا كلمة usually، وقلنا نقف عند usually، sometimes، always، often. بعديها فعل بدون إضافات أو فعل بآخره إس. هنا في we قبليها، يبقى بعديها إيه؟ فعل بدون إضافات، يبقى we usually go to the park. But sometimes، لكن أحيانا، we go to the، لكن أحيانا بنروح فين؟ I love the fish there، بحب أشوف السمك هناك. يبقى أحيانا بيروح فين؟ But sometimes we go to the aquarium. I love، كلمة love بيجي بعديها فعل زائد ing. I love watching the fish there، بحب مشاهدة السمك هناك. We usually return in the evening، وعادة بنرجع بنعود إلى المنزل. in the evening يعني في الصباح. We usually return home in the evening، في المساء. return home in the evening، بنرجع البيت في المساء. reserve يعني محمية، busy يعني مشغول، lives وليف. نشوف بقى، هو ده جرامر. شوبينج تسوق، وذا شوبينج طبعا شوبينج دي بيجي قبليها جو، يعني اقول جو شوبينج يتسوق. انما لو فيها زي مش هينفع اقول جو ذا شوبينج، امال لو فيها زي بقول ايه؟ دو ذا شوبينج. يبقى يا اما جو شوبينج يا اما دو ذا شوبينج. يعني هنا القطعه بتاعتنا دي لو فيها جو اختار شوبينج، لو فيها دو اختار ذا شوبينج. نشوف بقى، I have a nice friend called Judy، عندي صديقة لطيفة اسمها جودي. she not in أسوان، she live بقى ولا lives؟ ما هنا she والشي بتحب الاس، يبقى she lives in أسوان. أسوان is a city، يعني أسوان مدينة ايه؟ مزدحمة، a busy city، with about 1.5 million people، بحوالي مليون ونص، مليون ونص people يعني شخص. at the weekend في نهاية الأسبوع، جودي usually does different activities، جودي بتعمل أنشطة مختلفة. she goes، جزء ايه بقى؟ the shopping ولا shopping؟ احنا قلنا go shopping.
انما لو بدل جو دي كانت داز يبقى داز ذا شوبينج، بهنا شي جو شوبينج. also she likes going to the natural، وايضا بتحب تروح الى المحميه الطبيعيه the natural reserve. interested مهتم، interesting لو شلت الاي ان جي، وانترستنج دي يعني ممتع، يعني اقول على الفيلم انترستنج، انما انا مستمتعه بالفيلم يبقى انا انترستد. ات يعني جيد، اتراكتيف يعني رائع، يعني كلمه اتراكتيف دي بتساوي كلمه انترستنج يعني ممتع. اكسبشنز يعني معرض، اوف يعني اوت دورز يعني بالخارج. ماي نيم از اروى، اسمي اروى. اي لايك اي ليف ان الخارجه، عايشه في الخارجه. اتس بيج بيوتيفول، It's big, beautiful and peaceful city. هي مدينة جميلة وهادئة. It is in the southwest of Egypt. هي في جنوب غرب مصر. There are lots of نقط باركس. يوجد كثير من الحدائق الايه؟ الرائعة الجميلة. طب أنهي واحدة هنا تنفع؟ Attractive باركس. Museums والمتاحف، buildings والمباني and some نقط وبعض الايه؟ لازم نصم دي، لازم تيجي بعديها كلمة جامدة. And some exceptions وبعض المعارض. My favorite place is Hebes Temple. مكاني المفضل هو فندق أو معبد هابس. I prefer to go there the weekend. احنا قلنا كلمة the weekend بيجي قبلها حرف جر ايه؟ at the weekend. I prefer being، بفضل ان انا اكون outdoors يعني خارج البيت، to being at home، بحب اخرج احسن ما اكون في البيت. beings outdoors. أميزد يعني مندهش، أمال مدهش يعني إيه؟ يعني أميزنج. أميزد يعني مندهش، إنما مذهل مندهش مدهش أو مذهل. أميزنج ترام، كانتري سايد يعني الريف، مونيومنتس يعني آثار، ميوزيوم يعني متحف، أميزنج يعني رائع. يبقى في فرق، يعني أقول على الفيلم أميزنج ولا أميزد؟ على الفيلم أميزنج. طب أنا مندهش، أنا أميزد. ماشي؟ اميزد يعني مندهش، انما اميزنج يعني مدهش. اميزد يعني مندهش، اميزنج يعني مدهش. ترام، كانتري سايد يعني ريف، مونيومنتس يعني اثار، ميوزيوم يعني متحف. A lot of tourists، كثير من السائحين، بريفير بيفضلوا، spending their holiday، قضاء اجازتهم in Egypt في مصر. As أزيرة معناها because، because لانها it has a lot of، a lot of ايه؟ لانها ليها فيها كثير من الايه؟ A lot of monuments، كثير من الآثار. خلاص. They also like to go to the Egyptian، بيحبوا يروحوا ال Egyptian Museum، المتحف المصري Egyptian Museum، to see our old treasures، حتى يروا كنوزنا القديمة. Some of them prefer، بعضهم بيفضل going to the countryside، الريف، to enjoy the fresh air، عشان يستمتع بالهواء النقي and the clean environment، والبيئة النظيفة. they are، هم بيكونوا مندهشين. مندهشين بقى يعني amazed ولا amazing؟ ها، هم بيكونوا سياح بيكونوا amazing ولا سياح بيكونوا amazed؟ they are amazed to see such these wonderful places. فرز يعني ايه؟ فرز يعني معديات. comfortable مريح. because يعني لأن. results يعني نتائج. passengers يعني مسافرين، or يعني او. we love traveling by train، بنحب نسافر بالقطار. It is interesting to look out of the train، لأنه من الممتع أن تنظر من خارج القطار. لأن يعني إيه؟ يعني because. In a one journey، في رحلة واحدة. You can see، نستطيع أن نرى. Crossing the Nile، نستطيع أن نرى إيه اللي بتعبر النيل. In one journey you can see Ferris، Ferris يعني معديات. Crossing the Nile green، والجرين إيه؟ green، green جرين فاليز، ووديان خضراء. بيسفول فيليجز، وقرى آمنة أو هادئة. كلمة بيسفول بتساوي كلمة كوايت. أند بيزي سيتيز، ومدن مزدحمة. ترينز ار اوفن فاست، القطارات عادة ما تكون سريعة. أند كومفورتابل، ومريحة. تو يعني أيضا. ايجيبت هاز ذا اولدست ريل واي ان أفريقيا، مصر لديها أقدم خط سكة حديد في أفريقيا. more than 800 مليون، أكتر من 8 مليون شخص. 800 مليون إيه؟ passengers، مسافر. أكتر من 8 مليون مسافر travel by train in Egypt، بيسافروا بالقطار في مصر.
مطروح is a beautiful city، مطروح مدينة جميلة. There are يعني يوجد a lot of attractive، كثير من ال attractive أماكن يعني places. There are a lot of attractive places there. Here يوجد كثير من الأماكن ال attractive يعني جذابة، here يعني هنا، in the city في المدينة. The نقط إن مطروح is slow، the المواصلات مطروح بتكون بطيئة. The traffic المطروح is slow and there isn't، ولا يوجد much pollution، تلوث كتير. مطروح is but it isn't boring، يعني مطروح هادئة ولكنها ليست مملة. هادئة يعني ايه؟ هتقولي كلمة هادئة من فوق كده، ها حد قال كويت؟ طبعا كويت دي مش معناها هادئة، كويت اللي معناها هادئة بيكون في اخرها تي. مطروح ايه؟ طب ايه تاني معناها هادئ غير كويت؟ كلمة بيسفول، بيسفول معناها هادئ، بتساوي كويت، بس كويت دي لا، كويت دي معناها الى حد ما، لو كويت هادئ ايتي. مطروح is peaceful but it isn't boring، يعني مطروح هادئة ولكنها ليست مملة. There are a lot of things to do especially، يوجد كثير من الأشياء تفعلها، وخاصة the weekend. كلمة the weekend واخدينها في الأول خالص، بيجي قبليها ايه؟ بيجي قبليها at، at the weekend. Egypt has the oldest in Africa، مصر لديها أقدم خط سكة حديد في أفريقيا. يعني ايه أقدم خط سكة حديد؟ يعني ايه خط سكة حديد؟ يعني railway، railway. Egypt has the oldest railway in Africa. I like traveling by train، بحب أسافر بالقطار. Because it is very interesting to look out of the window، لأنه من الممتع أن تنظر من الشباك. I take the train، أنا بستقل القطار عندما أريد أن أذهب لجدتي. عندما يعني إيه؟ يعني when I take the train when I want to visit my grandfather in Upper Egypt، باخد القطار عندما أريد أن أزور جدي في Upper Egypt يعني صعيد مصر. In the في الرحلة، in the يعني إيه رحلة؟ يعني journey. In the journey وأثناء الرحلة you can see Ferris، تستطيع أن ترى Ferris يعني معديات crossing the Nile، green valleys ووديان خضراء، peaceful villages، peaceful villages يعني وقرى هادئة. and busy cities ومدن مزدحمة. تعال نشوف اللي تشوز. is something that people build to remind us، is something هو شيء، people build الناس بتبني، to remind us حتى يذكرنا، remind يعني يذكر، remember يتذكر، وريمايند يعني يذكر. is something that people build to remind، حاجة الناس بتبنيها حتى، remind حتى تذكرها، of an important person بشخص مهم، or event أو حدث مهم. ده طبعا الآثار، الآثار يعني إيه أثر؟ يعني monument. monument is something that people build، هو الحاجة اللي الناس بتبنيها، to remind حتى يذكرها، of an important person شخص مهم، or event. number 2 is a large area، منطقة كبيرة، of water منطقة كبيرة من المياه، with land around it وحواليها الأرض من كل ناحية، عكس الجزيرة، الجزيرة منطقة من الأرض تحيطها المياه من كل ناحية، دي بقى منطقة من المياه بتحيطها الأرض من كل ناحية، يبقى دي البحيرة، بحيرة يعني ليك، ذلك. means pretty things معناها الأشياء الجميلة، that people wear إن الناس لابسينها، such as rings مثل الحلقان and necklaces والعقد. ايه بقى الحاجات الجميلة اللي الناس بتلبسها زي الحلقان والعقد؟ ايه؟ jewelry، jewelry يعني مجوهرات. means more than usual معناها اكتر من العادي، لما اكتر من العادي يبقى حاجة مميزة، يبقى specially او particularly، specially او particularly دي حاجة، more than usual يعني اكتر من العادي، و specially عكسها usual، عادي او نورمال، عادي او كومن عادي. is a building هو مبنى، where historical objects are kept حيث تحفظ فيه الاشياء التاريخية، and shown وتعرض. ايه المكان اللي بنحط فيه ال historical objects يعني الاشياء التاريخية، and shown ونعرضها؟ ايه؟ the museum يعني المتحف. is a place هو المكان، where you can see تريز مكان بشوف فيه أشجار، and other interesting plants نباتات أخرى ممتعة. إيه المكان اللي بشوف فيه تريز الأشجار والنباتات الممتعة؟ botanical garden يعني الحدائق النباتية.
رقم 7 is a place where you can borrow and save money. مكان borrow يعني بتستلف and save وبتحوش فيه الفلوس طبعا باين. نمبر 8 means cars و lorries و motor bikes، معناها العربيات واللوريز وعربيات النقل and motor bikes والعجل that use a road اللي بيمشي على الطريق. مين بقى ده؟ دي ترافيك. ترافيك يعني المرور أو المواصلات. المرور أو المواصلات هي كل العربيات واللوريز والموتور بايكس اللي بتمشي على الطريق. where you can play volleyball، نلعب الفولي بول فين؟ في السبورت سنتر، في المركز الرياضي. is a place، هو المكان where you can see lots of beautiful fish، المكان اللي انت بتشوف فيه كثير من الأماكن الجميلة. أكواريوم، متحف الأحياء المائية. رقم 11 is very dangerous، هو حاجة خطيرة جدا. cool people، حاجة خطيرة جدا على الناس. ايه بقى؟ pollution مش population. population دي معناها السكان، انما هي pollution. يعني ايه pollution؟ يعني التلوث. is the natural world، هي العالم الطبيعي around us، اللي حوالينا. يبقى دي ايه العالم الطبيعي اللي حوالينا؟ environment. environment يعني البيئة. رقم 13 is a railway system، هو نظام سكة حديد. ده ترانز اندر ذا جراوند، بيمشي تحت الأرض. ده طبعا مترو الأنفاق، يبقى ده مترو. رقم 14 is something you can use to find when a train or bus leaves، حاجة أنت ممكن تستخدمها to find حتى نجد when the train، إمتى القطر أو الباص أو الأتوبيس هيغادر. يبقى نبص على إيه لما نعرف الأتوبيس ده هيمشي إمتى أو هيغادر إمتى؟ نبص على إيه؟ بص على الجدول تايم تيبل. رقم 15 is someone who is traveling on a plane، الشخص اللي بيسافر في الطيارة اسمه إيه؟ passenger. passenger. رقم 16 is something you can use to follow directions، حاجة بتستخدمها عشان تتبع التوجيه الاتجاهات. ايه بقى الحاجة اللي بتستخدمها عشان تتبع الاتجاهات؟ it's a map. map يعني خريطة. is a place، هو المكان where people can go to see paintings، المكان اللي الناس بيروحوا فيه عشان يشوفوا paintings يعني الرسومات. ده انهي؟ ده exhibitions يعني المعرض. an area of flower and land يعني منطقة من الأراضي المنخفضة، and between two lines of hills، وبينها two lines مجموعة خطوط من التلال، or mountains أو الجبال. usually with a river، عادة بتكون فيها a river flowing through it، بيكون فيها نهر يعبر من خلالها. اسمها ايه بقى دي؟ هي منطقة of lower land، من الأراضي المنخفضة، between two lines of hill، بين مجموعة خطين من التلال، مجموعة التلال أو الجبال. usually with a river flowing through it، وعادة بينهم في النص في نهر بيمشي منهم. طبعا ده valley. valley يعني الوادي. الوادي دي منطقة منخفضة بين مرتفعين، وأحيانا بيكون في نهر، يبقى ده valley يعني الوادي. is one of the levels in a building or a ship، is one of the levels يعني هي أحد مستويات ال building، البناية، or a ship أو السفينة. يعني دور من أدوار البناية أو السفينة اسمه طابق. طابق يعني floor، يبقى floor ده يعني الدور ال first floor، الدور الأول، second floor، الدور الثاني. the area in a station، المنطقة اللي في المحطة، where you get on اللي بتركب فيها or off أو بتنزل from the train من القطار is called، المنطقة من المحطة اللي بتنزل فيها أو تركب فيها القطار is called إيه؟ platform يعني platform يعني رصيف القطار. you can use to travel in a city، ممكن تستخدم إيه عشان تتجول في المدينة. sometimes it travels underground، وأحيانا بينزل تحت الأرض الواحد. يبقى ممكن تستخدم إيه عشان تتنقل في المدينة وبيمشي تحت الأرض؟ يبقى المترو، زي المترو. 23 is a person who works in a garden، الشخص اللي بيشتغل في الحديقة اسمه gardener. 24 means pots، pots يعني الأواني، plates والأطباق، cups يعني الفناجين، that are made of clay، مصنوعة من الصلصال، يبقى دي pottery. pottery يعني الأواني الفخارية.
A period of 100 years فترة ال 100 سنة means تسمى a century. بص على السينونيم والانتونيم. It is so peaceful. يعني احنا قلنا يعني ايه كلمة peaceful؟ يعني هادئ. معناها ايه؟ معناها quiet. اني واحدة؟ دي ولا دي؟ سي ولا دي؟ لا طبعا دي. ليه؟ لان انا قلت quiet ما بتنتهيش بالاي، تنتهي بحرف ساكن اللي هو التي. To give the opposite of the word nature, natural, عشان نجيب عكس كلمة natural. Natural يعني طبيعي. We add the prefix unnatural يعني غير طبيعي. The suffix IVE turns the verb attract to يعني EVE دي لو حطيتها على كلمة attract هتخليها ايه؟ هتخليها attract، عايزين بيحولها الى هتبقى attractive. يعني attractive دي ايه؟ دي adjective صفة. ولما لو حطينا ION بقت attraction، يبقى attraction دي noun، لما هي دلوقتي adjective يعني صفة. I usually read stories، انا عادة بقرأ القصص. سبيشالي وخاصة أو خاصة at the weekend the antonym of سبيشالي عكس كلمة سبيشالي. سبيشالي بتساوي كلمة particular يعني خاصة، عكسها يبقى سبيشالي هي particular يعني خاصة. أي معناها بقى ايه؟ generally. generally يعني وجه عام أو commonly بشكل عام. generally you must be careful with the knife، لازم تكون خلي بالك من السكينة. The opposite of careful عكس careful. careful يعني حريص، عكسها careless. careless يعني مهمل. ماشي، نحاول بقى نكمل الجزء اللي باقي في المراجعة لوحدنا. السلام عليكم.